احمد الله ان في خطاب جلاله الملك حفظه الله لما اشار الى الجهديه كان الحديث بالاضافه الى التوافق الوطنيه والوحده الوطنيه كان الحديث عن المجتمع عن القيم المغربيه الدينيه والوطنيه التي بدونها لا يمكن ان نكون امه لا يمكن ان نكون والحديث ايضا عن الاسره الدور الثالث وهو الاسهام في المسار التنموي لبلادنا الاجتماعي والاقتصادي بالاقتراح وبالمبادره وبالتقييم والدور الرابع هو تاطير المواطنين خاصه الشباب والنساء وبعض الفئات الخاصه هذه الادوار التي اخترناها للمبادره ادوار جامعه لا تفرق قد نختلف في الاشكال لكننا متاكد لن نختلف حول توابتنا الوطنيه قضايانا الكبرى صحرائنا المغربيه هذا المغرب العظيم بتاريخه وثقافته واشعاعه ومستقبله ايضا لن نختلف باننا نريد ان نكون دوله صاعده اجتماعيا واقتصاديا وان نكون قوه اقليميه لن نختلف بان المجتمع يحتاج الى متانه ويحتاج الى مناعه وخاصه مع الهجوم الان في العالم على القيم الانسانيه وعلى قيم الاسره وعلى قيم الفاضله في المجتمعات ولن نختلف بان فئات عريضه من الشباب والنساء تحتاج الى الدعم والى الثقه فيها فاذا هي امور جامعه قد نختلف في الاشكال سنحرص على ان نشتغل مع كل اصدقائنا كل اخوه والاخوات الذين نعرف وبعضهم الحمد لله حضر معنا لكي يؤثر نحن مستعدون للتعاون حول القضايا الجامعه الموحده طبعا قد نختلف في الامور لكن الاختلاف لا يفسد لوحدتنا قضيه ولا يضعف هذه الوحده سنشتغل في هذا الدبلوماسيه الموازيه اليوم الدبلوماسيه ديالنا الرسميه كما قلت وسائل الاعلام تحقق نجاحات الحمد لله رغم قوه الخصوم رغم الامكانيات الماليه الهائله والخصوم ليسوا فقط خصوم سياسيين خصوم ضد الوحده الترابيه بل عندنا خصوم عقائديون ودينيون لان المغرب له دور في افريقيا سياسي واقتصادي ولكن لا تنسوا الدور في العالم الاسلامي والعربي والافريقي للمغرب وفي اوروبا هو الدور الثقافي والدور الديني لا يمكن ان ننسى ذلك ولذلك عندنا حتى خصوم عقائديون دعونا يعني نستحضر ايضا عندنا خصوم لا يريدون للمغرب في جنوب البحر المتوسط ان يكون قوه صاعده لا اريد ان اشير الى الدول التي تصالحت معنا فيما بعد والتي في تقاريرها هددت اوروبا بوجود قوه اقليميه في جنوب البحر المتوسط وهي تشير الى المغرب نحن الحمد لله فاذا نحن نحتاج حول هذه القضيه نعزز الدبلوماسيه الرسميه بدبلوماسيتين موازيه يعني رياضيه والحمد لله اليوم ابناؤنا وبناتنا يبدعون في كافه المجالات الرياضيه في العالم ولهم ادوار دبلوماسيه مهمه دبلوماسيه ثقافيه دبلوماسيه اقتصاديه دبلوماسيه علميه من خلال الاساتذه والباحثين ودبلوماسيه ايضا يعني في المجالات الاخرى التي يمكن ان نستحضرها طبعا الاساتذه سيحاولون ان شاء الله ان يشيروا الى هذه الامور مره اخرى المبادره هنا اشارتكم للتعاون معكم خدمه للوطن مبادرة محايدة مستقلة ليس ضد أحد وليس مع أحد هي مع الوطن ستقول رأيها بما ينفع بلدنا وبما ينفع وطننا وما ينفع إن شاء الله شعبنا واليوم هذه المائدة المستديرة إن شاء الله سيصدر عنها بداية خارطة الطريق حول بالنسبة لنا نحن كمبادرة ولكن مع إخواننا اللي كيشتغلوا فيها يمكننا ندير اتفاقية إن شاء الله في المستقبل سيجب أن تكون سلسلة من الأنشطة من أهم ما نفكر فيه مع إخواننا وأصدقائنا اللي غنتعاون معهم كيف يمكن أن يكون الآلاف من أبناء المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن مهمتهم من أهم المهام الرئيسية عندهم هو الترقي إذا لابد أن يتملكوا الأرشيف لابد أن يتملكوا التاريخ لابد أن يتملكوا لغة الخطاب لابد أن يتملكوا السوفت سكيلز في مجال الدبلوماسية فإن شاء الله يعني هذه بداية من المبادرة أكيد تنضاف إلى مبادرات كثيرة وأكيد الإخوان اللي غيحاضروا إن شاء الله سيتحدثون عن رؤيتهم وعن تجربتهم في هذا المجال مرة أخرى مرحبا بكم والمستقبل أمامنا إن شاء الله زاهر في التعاون والثقة فيما بيننا والثقة في بلادنا والإيمان بتوابتنا والعمل من أجل مستقبلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.